اختي العزوز هو اولى. هذا عمري عطتني ليله حياته انت. هي وسلطان واسمع. بكره عندنا تليفون او لا؟ قول عليك اربع دقائق. ومنين ومنين؟ قولي رحمه. انا قعدنا اطلعين ومنين يا رحمه؟ منين هي الامنيه؟ يلا العب يلعب يا انت. انا سالتك عن شغلي او بعرف او لا. انا بحب اطنشك يعني ما بحب اجاوبك هيك. اي حرف عندي؟ اي لا تزعلي طهرة محمد. صح بدي خلاص عشان رحنا مره في تليفون بكره ولا يهمك. يلا شو ممكن ما حدا يبدا الحركه بعد هذا الشيء؟ تحكي عليك انك انت خبيثه ولا مش منيحه ابدا. عسل والله عسل والله ابدا. ما تقول هيك تلعبين ولا انت بتقول هيك. يلا اعترض على الرجال والصوت غطى. ممكن تصدي اطار انا بحكي عليكي. طيب طار انا بس طيب اوكي فايز خلاص. طبعا تكره كره طبيعي. قلت لك خليها لحتى انا امليها كلها. ما تحكي على حد. انا شايفه وحده فظيعه. يا رن يا رن يلا يلا رحمه. انا كنسر انا بصرخ بزاف بصرخ كثير. لعبي طيب طيب لعبي. انت عديتي مني ما كنت تصرخي. فين ساكن شاب كل هواك هو ومنام يلا انصرف. رحمه وغلط يعني شاب لازم خلص انت هو بيروح بس اما غبي على عينك فاضي. يلا انا بس بدي اروح اسمع بدي اغني اغنيه. والله العظيم ما عارف فين اقسم بالله. زلمه حيوان انت. كيف تضيع؟ حلو عليك. لا والله العظيم لا ما بحب الابيض. لعب لعب سلطان. عزيز شفت ملابسه صح الجو اللي اياها؟ يا حبيبي التيات تحت حلوين. حلوين؟ بس يضيجوا لك اياهم ولا ما يضيجوا لك اياهم؟ لا مو اللي تحت اللي جابوا لي اياها اهلي. ما وريتهم. كذاب والله والله العظيم ما وريتهم. جيب لي بيبسي. وريك اياهم الحين. جيب لي بيبسي. شنو؟ جيب لي سلطان جيب لي بيبسي. ممكن تجيب لي بيبسي اخوي دام انك صرت مطراش. قوم يبقى انا بعد من عيون ما صمره. يا بعد عمري والله والله يا بعد عمري سلطان. بس انا مو هي. هذا شو اللي طاح من جسمك؟ كنت خاش قروش عشان ما تفوز علي بسرعه. سلطان بس انا حبيبي. ها حب قلبي تمر امر بس يونه. عملي لي واحده حياتي عشانك. كذي بس طيب اوكي حبيبي. يلا يلا نام نام بلا جلعة سنسك فرنسي. لا احفظ عليك كل الطاولة. اسمعني. الو بكرة ان شاء الله بتصحى وبتكلم اهلك بيقولك جابوا لك الدباب. سعيد سمعتك ان شاء الله. ايش لي لو جاتك؟ وانا بي سيلس يا جماعة. شو؟ او رنج رنج اللي بدك اياه. انا تعالي بص بص شوفي شوفي عليها وجه الله يا سلطان اللي بدك اياه. خلص شو ابو ماجد اذا يبوا لك اياه. والله يا ابو ماجد شو لك انت؟ بوكس على خشمك فاهم كيف؟ بدك اطبش لك اياه. يلا يلا يا جماعه اللي يسمعون دراجه بطح سوداء وعليها خطين حمر. يا ماها بليز من غير يا ماها كوزاك. دوكاتي انا بدوكاتي. وين بدوكاتي؟ انا بدوكاتي او رنج. ايه او الار 3 راضي. صباح الخير زنزون. اختلفنا مين؟ صباح الخير طاهرة. منو يا حضرة؟ منو؟ هو في يلا نام نام. هو بينام ولا ما ادري بالضبط. صباح الخير يا جماعة. خلاص خلاص هاي انت مسافر. يلا يا مسافر وحدك نظرة خير. يا مسافر يا مسافر وحدك. لو في مكان يمك بالطيارة خدني وخلني اسافر انا وانت. حيوان ايش يقول لك؟ سمعت عزيز الحيوان ايش قاعد يقول لك؟ اه خلاص يقول انت مسافر وفي جنبك مكان بالطيارة خذني. نصيف نصيف دينار. نصيف شكله زينة ما شفكيش. نصيف هنا زينة هنا ما بتبانش بس زينة هذيك الكتكوتة. نصيف مشتري الاكاديمي قسما بالله شاريها هو. حبيبي انا تارك المايك في البيت. وافدا ممكن نلعب؟ خلينا ماشيين زي ما ماشيين. مش عارف مين سلطان. مش عارف هات لك رح خلص لك قدي باقي نصيف. الله يسلمك. عد معنا قدرين. اوبا وحياة الله يا نصيف لو مزحتوا معي مزحه وانا نايم والله.
والله ما حدا راح ينام فيكم اليوم والله. كلاب امس انا بغيت اقوم. انا الجمعه ماشي ماشي ما راح اخلي احد فيكم. ابو العز قسم بالله احترف نفسك. شوف علي هلا بما انك نومين امس انا نايم في احتماليه بعيد الشر انك تطلع وياه ماشي يعني انت وبغي ما بعرف راح اعمل فيكم مقلب. انت حقد علي؟ انت وبغي راح اعمل فيكم مقلب وحياه الله لا يخليك تضل تحكي. هو ومين؟ هو ومين؟ ايه هو ومين؟ هو وباسل. افتكرت هو وانا باسل وانت دامك هيك والله العظيم يا عزوز لا خليك تضل تحكي فيه لاولاد ولادك. انا على فكره انا محمد رمضان وقت دقيقه حبيبي نصيف صار للحين كنا عليه فار هربان صار لاسبوعين يتسبح. اسمع نصيف نصيف بستناني وانا نايم بروح بتحمم وانا نايم اذا بصحى بطلع من الحمام. طيب نسوي لك مؤامره. خايف بخاف ترى الوحيد اللي يعرف متى يسبح نصيف. نصيف هذا بس لان شو يعني لان يعني انا لو شفت منك سبيسكينج فانك وانا نايم احطك في سبيسكينج على بس انا عملت فيك راح اخلي عيونك تصير فيهم سبيرال. ما رنيت الجرس. يلا رن الجرس بالله ورني شو تسوي. العب. ايش رايك فيني يا غلطان ولا مو خايف من احد؟ يا زنزون مو عمده طهره طهره. اه عيب ما يقولوها قولوا نعم امر. اه شو وي شو بدك وات حلو يا جماعة ما خفت على خلاص يعني سلطان يمكن هذا والله ما تدري خلاص ساكت خلنا نسولف شو خليك من اللعبة يا اخوك خلنا نضحك نذكر يعني ايامنا يعني وقت بنتكلم وبنلعب عادي سلطان تعال قد يا اخوك انا بقوم ما بدي احلق احلق تعال تعال بحلق لك دقلوش ولا يهمك بيني وبينه هو قول لي احلق احلق دقنك بس صح قسم بالله قال لي احلق دقنك يبيلي والله لا دقنك ما في شيء يبيلي تعال اي لحيتك ما بطارية نهائيا قاعد تقول لي احلق احلق انا قلت لك احلق الا انا قلت احلق اي قلت احلق بس هي مش احلق احلق انا قلت احلق لا عن شيء ثاني يعني ليش مو فاهم ليش ما فهمت والله شو احلق 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 والله العظيم اذا مو فاهمه راح والله ويع 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 سلطان تعرف بحالة خير ها انت تعرف لا هاجيها هاجيها ولا يهمك ابو زيد خمس الحواس طاهرة هلا جايك يلا طاهرة اقسم بالله طاهرة ميرسي يا زين طاهرة اقسم بالله اذا ما جيت الحين ويلك واحد انا رح اجي انه انا بدي اجي مسكين الرجال قال لي روح نادها ما لها داعي تزعل البنت شو من الصلاة دي خلاص اوكي عند بابك تعال تقول لي خلاص اوكي روح نام ليش يعني ليش امشي يلا امشي وي ها تجي واحد مخمس الراس عزوز حلقت لنا انا وياك تقولي بنام انا ها ادري ادري نعم لا تقول لك تعال تروح طلع عليك تعال على وجهك لا تضحك يا تقعد ياي لا تروح لا تروح تقعد ياي بتبع تزلقني الهيس؟ بأي سيزن صارت يا سلطان؟ بأي سيزن صارت؟ عيب تزلقوني روح بسرعة روح روح تزلقوني عيب والله والله عيب والله أحبك يا خوي والله يا سلطان أموت فيك والله تزلقوني؟ عيب والله والله قاطعك لا يا جماعة قاطعك ايش دعوة عاد ما تشوف هذا قاعد يزلق محمد تتكلم عني كذا؟ أفا تزلغوني اثنينك تتكلمون عني كلام مش حلو؟ لا لا انا ما قاعد ازلغك انا قدام الناس تكلمت جد تزلغني مريم ثاني مرة تعال تعال سلطان روح روح تزلغوني يا اخي اي سيزون صارت هذا اي سيزون يا جماعة زين يا عزوز نعم شنو؟ بس انت الكلام قاعد يقولون عني رحيت يا بس الغلط اني انا سمعت كلام الكلب عزوز الغدار صدق انك غدار يا عزيز يا كلب
جالس معاك دين سلطان. قوم انت تعرف لها، انت تعرف شلون تكلمها وتجيبها عشان ما تزعل. اخر شيء ما قمت تقول لها يوم الجمعه ان شاء الله بتتكلم مني تالي. ودي الكلب جاي في اخر اللقطه تسلغني باخر اللقطه.